عبد الناصر إبراهيم شهاب، 7 سنين. طب أول اثنين، حلمي أكون رجل إطفاء ولاعب كورة، صاحبتي شوشو الله يرحمها، وعموره الله يرحمه، ومحمد الله يرحمه، وصاحبتي حنون الله يرحمها، وخالي أحمد استشهد الشيخ عمر، واستشهد حمود، واستشهدت معلمتي. إيش فقدت في الحرب؟ كل شيء. شو فقدت؟ فقدت الأكل اللي باكله، وفقدت الفواكه، فقدت الحلويات، فقدت خالي، فقدت عمي، فقدت سواقي، فقدت معلمتي، اشتقت لصحابي واخوالي، اشتقت العب مع الاطفال، حتى اشتقت العب في المدرسة والدرس، اشتقت العب مع الاطفال ودمنا وفرحتي، وقصف بيتنا اللي كنا